أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد إخواننا الشباب هداه الله قد نهج منهج التكفير حتى ترك صلاة الجماعة وتساهل في الحرمات، وقد تم نصحه عن ذلك وعن كلامه في العلماء، لكنه لم يتعظ. ما هو الواجب لنا معه؟ ما العمل معه؟ هذا عوقب والعياذ بالله، هذه عقوبة. لما وقع في العلماء وظلمهم عوقب بهذه المصيبة، وهي أنه كفر المسلمين واعتزلهم وترك الصلاة في المساجد لأنه يراهم كفار. هذه مصيبة عظيمة. وهكذا الشر يتزايد في الإنسان إذا خرج، لأنه من الشيطان. الشيطان هو الذي سول له التكفير وزاد عليه زاد حتى كفر المسلمين اللي يصلون في المساجد ويؤذنون ويقيمون الصلاة. هذه عقوبة، لكن لا نيأس أن الله يهديه وأن يرده إلى الصواب، وعليكم بدعوته إلى الله ونصيحته لعل الله أن يهديه. إلا إن كان أنه صيب في عقله، يمكن أنه صيب في عقله وهذا شيء ليس باختياره، وإنما هو لأنه أصيب في عقله وتخبل، هذا شيء آخر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.